لسه في الدوري الانجليزي الممتاز اللي بيواصل فيه فريق ارسنال مرتدته للمتصدر مانشستر سيتي بتحقيقه فوز صعب جدا على مضيفه ايفرتون بنتيجه هدف مقابل لا شيء في الجوله الخامسه من الدوري الانجليزي. جابرييل مارتينيلي احرز هدف لصالح ارسنال في الدقيقه 20 من زمن المباراه ولكن الغاه الحكم بداعي التسلل. اما هدف ارسنال اللي اتحسب بالفعل فسجله البلجيكي تروزارد في الدقيقه 69 من عمر المباراه. أرسنال بالفوز الثمين ده رفع رصيده إلى 13 نقطة ليحتل المركز الرابع بنفس رصيد توتنهام هوتسبير وليفربول الثاني والثالث، بينما إيفرتون لديه نقطة وحيدة في المركز ال 18.